اعتمدوا في السابق على السياحة كمنبع ولا كمصدر أول للجزائر، لأن الجزائر تزخر بالعديد من الموارد الأخرى اللي تقدر تمكن الجزائر من العيش، لكن دائما نقول أن السياحة هي وجه للجزائر لإثبات أن الجزائر دائما ما بين مقدمة كل الدول مقارنة بالدول الأخرى، لأن هناك دول أخرى وين عندهم ربما مساحات أصغر من الجزائر لكنهم متميزين علينا فيها السياحة من خلال الهياكل. أنا اليوم نستقبل ضيفي تعودت عليه دائما معايا، نقدر نقول نرحب بك بلال أم بيفاياج، مرحبا بكم معايا. الله يسلمك. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ده شرف لي وأنا في قناتي يعني أصبحت من أهلها اللي هي قناة جزائر تي في، وده شرف لي وشكرا على حسن الاستضافة. الله يخليك. كذلك أنا البلد الثاني اللي يعني نحبه لو حاضر معنا لنهار اليوم، لما نقول بلد الأرز، بلد الفن، بلد أكبر فنانين، بلد ربما الأشياء الجميلة، بالرغم من صغر هذا البلد مساحة لكن قلوبهم وقلوب هاد الناس اللي احنا نتلاقوا بهم وطيبة بلاد ولاد البلاد هاد البلد الرائع اللي هو لبنان، واسعة لكل محبي هذا البلد وعشاق لبنان. رحب بيك، أهلا وسهلا بيك ندى أبو كروم، أهلا وسهلا بكم، مرحبا معنا في الجزائر. مرسي كتير، أنا بتشرفني أنه كمان يكون معكم بالإذاعة هون وألتقي أنا وياكم وأجي وشوف الجزائر الحلوة. الله يخليك. كذلك أنا نرحب ونعود نرحب بنيو واو للسياحة والسفر اللي حضر معنا، اللي هي صاحبتها ندى أبو كروم، كنت ذكرت نقول لك أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني ندى. احنا قبل ما نروحوا باش نسألوا ندى نهضروا معك بلادك، باش شفنا أنه البارح كان هناك حدث على السياحة وإن كان هناك أشغال في السياحة، يا ترى ما هذا الحاجة ولا الناس لما تسمع بلي هناك منتدى خاص بالسياحة وش الأهداف المسطرة في هذا المنتدى؟ أنتم كمشاركين في الحدث أو كمتابعين لأنكم الناس القراب لمجال السياحة بما أنكم عندكم وكالات سياحية؟ والله الملتقى الاستثمار السياحي اللي حضروه حضرته وزارة السياحة الجزائرية عنده من يوم 21 إلى غاية 23 بنادي صنوبر، يعني هو إن شاء الله يكون وجهة للسياحة الجزائرية إن شاء الله عن قريب، ومعظمهم كانوا أصحاب فنادق وأصحاب تجهيزات فندقية، وده شيء يعني مزيد لنا في بلدنا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الكلام اللي تكلم عليه الوزير السياحة مبارح إن شاء الله يكون عن جد إن شاء الله، ويكون يعني في حسن ظن ان شاء الله. بلكي ما شفنا ربما المشكلة الوحيدة اللي يعانوا منها وكالات السياحية الجزائرية هي نقص الهياكل السياحية في الجزائر، ربما هذا الملتقى حيكون فيه نقاط قوة ولا نقطة تحول باش هنا نهتموا ربما بالتجهيزات السياحية. انت واش تقدر تقول ولا ما هي المشاكل يعاني منها وكالة السياحية لما يروح هناك يعمل تبادل سياحي بينه وبين بلد اخر باش نتوجه من خلالك الى نادلة يحضر معنا؟ والله المشكلة الأولى يعني الوجهات السياحية في التبادل السياحي، المشكلة الأولى عندنا احنا هنا بالجزائر هي التأشيرة، ده المشكل الأساسي والمشكل الرئيسي يعني في السياحة الداخلية لما نعود نخدم يعني الريسبتيف ونجيب أجانب على الجزائر. المشكلة الثانية هي عندنا السيرفيس والأكوي مع الفنادق مع المطاعم مع القلاع مع المقاهي، مع يعني لما تدخل يجي عندك زبون من الخارج وينزل هنا على مطعم ولا ينزل على قهوة ولا ينزل على مقهى شاي، يعني مش بيكون مبسوط ولا يكون قاعد يعني زعما كما تخرجي على برا كما تكوني هنا في الجزائر. سي غرون ديفيرونس سي مالوغوزمون كي تخرجي على لترونجي لا موندر دي شوز ريستورون الاخر تلقايها ريستورون داخل في الدومين السياحي تلقاي قاعده بالقيطاره وقاعده يعني تراديسيونال على اساس 100%. لكن الحمد لله كاين هناك فتحوا مطاعم في بعض المطاعم الان اللي فتحوا، ربما احنا السياحه كما قلت الجزائر فاتت في العشيه السوداء، وهذه العشيه السوداء خلات انها هي اللي اثرت في الهياكل. من العشيه السوداء احنا نعرفوا بلي لبنان كانت قبل 2013 من البلدان ولا من الدول اللي كانت عندها سياحه قويه، لكن تراجعت على مدار العامين، تراجعت في السياحه نظرا للاوضاع اللي كانت منها تعاني البلد. لكن قبل ما نروح لهذه المشاكل حبيت نسالك الحاجه الاولى اللي شدت انتباه ندى وهي دخلت للجزائر، واش الحاجه اللي عجبت ندى في الجزائر؟ الجزائر كثير حلوه،
أنا من أول وصولي للجزائر، من أول على انخفاض بالطيارة كانت شفت منظر كتير حلو، شفت الخضار، شفت السهول الخضراء، يعني السجادة حلوة، شبهتها بسهل البقاء عنا بجسم، يعني لاحظت هالشي المشترك بين لبنان والجزائر. الجزائر كبير كتير، فيها 48 ولاية، 48 حلوة كتير. من أهمها أول شيء مقام الشهيد بالعاصمة بالجزائر. منرجع منوصل لقسطنطينة اللي فيها الجسور المعلقة، سبع جسور، وبتعتبر يمكن من العجائب الدنيا السبع. السبع. بالإضافة لصحراء الجزائر اليوم بمكتب ام بي ترافل عند السيد بلال، شفت منظر الصحراء كتير، منظر كتير حلو. والساحل، الساحل اللي عندكم اللي هو 1200 كيلومتر، كيلومتر كمان كتير حلو. ربما الحاجة المعلومات اللي كان عندك على الجزائر قبل ما توجهي للجزائر، وايش هي المعلومات اللي كنت تعرفيها على المواطن الجزائري وعلى الجزائريين؟ وش حاجة اللي كنت تعرفيها؟ يعني شو اللي كنت تعرفوه انتم كلبنانيين في على الجزائريين؟ نحن بنعرف على بلد الجزائر وبنعرف أهله. وهلأ أنا من بالصيف كان عندي جروبات عم تجي على لبنان. كيف تشوفي السياح الجزائري؟ كتير بياخد ويعطي، وكتير بحب السياحة وبحب يتعرف على البلدان الأخرى، يعني كأن هيدا ديستينيشن جديدة على لبنان. وإن شاء الله هلأ مع السيد بلال بالإم بي ترافل نشتغل على السياحة من الجزائر للبنان، وإن شاء الله كمان أقدر وبعدكم إنه كمان نجيب سواح من إن شاء الله، هذا أهم حاجة من لبنان على الجزائر. السيد بلال أعطاني عرض كتير حلو لجروب نجيبه من لبنان للجزائر ويتعرف على الجزائر الحلوة، لأنه بالفعل الجزائر كتير حلوة. الله يخليك، شكرا. وأنتم كذلك نقول باللي لبنان من أجمل البلدان العربية الرائعة كذلك. حتى بصغر دايما نقول أنه مش بجد بصغر ربما المساحة، لكن دايما نشوف أنه الهيكل ولا المناظر السياحية، أماكن سياحية، أماكن سياحية رائعة جدا. ربما أنا هدرنا إحنا في الجزائر أنه غلاء الأسعار في الجزائر ربما هو اللي يخلي ربما السائح انه يعني سواء المواطن الجزائري وغيره، هو نفس المشكله عندكم انتم بلبنان، غلاء الاسعار اللي ربما يجي ربما المواطن الجزائري ولا ربما شخص اخر انه يشوف انه هناك الوجهه باش نتوجه الى لبنان هناك غلاء في الاسعار. وعلاش هذا غلاء الاسعار؟ هل عندكم نفس المشكله مثل احنا ما عندكمش تجهيزات ولا اماكن انه تكفي كل هذا السائح اللي هو يحب هذا البلد لبنان؟ لا، نحن عندنا كل التجهيزات السياحيه سبب غلاء. وهلا غلى الأسعار كتير، عم بيخفضوا بالأسعار، يعني أسعار الفنادق هلأ كتير اختلفت، صارت الأسعار كتير مقبولة، والأسعار اللي عم نعطيها أسعار الفندق مع الفطور مع الرحلات الإضافية مع زيارة الأماكن السياحية، يعني بشمولة كاملة. السيد بلال يمكن بيعرف الأسعار اللي عرضناها للباكج للبنان، أسعار مقبولة، أي سائح بيقدر يروح يتفرج على لبنان بأسعار مقبولة، والمطاعم كمان أسعارها كتير حلوة، يعني بيقدر حسب إمكانية الشخص يفوت على المطعم ويأكل ويأخذ اللي بده إياه. يعني ما لنا غالي لبنان مثل ما هو معروف، ربما يعني صارت الأسعار مقبولة. صح. ربما نشوفوا إنه لبنان هي حلم العديد، خصوصا الموهوبين ولا الفنانين، حلم كل الأشخاص، لذلك لما يشوفوا إنه غير الفنانين يروحوا لبنان تجيهم ربما في مخيلتهم إنه أسعار بايظة، ما نقدرش إن نغير هالفكرة هيدي. أكيد معكم خلال شراكة مع أمبي ترافل أكيد إنه حتتغير. ربما بلال، وش هي الفرق اني انا نروح كزائره نروح لبنان من غير وكاله سياحيه ومن غير اشتراك ربما تبادل شراكه بينك وبين طبعا نيوا، هل هذا ربما لما يكون عندكم شراكه يكون الاسعار منخفضه او انه من غير شراكه نقدر نروح بنفس الاسعار؟ هذه بالطبع يعني في كل العالم، يعني اي حجوزات يعني لما تكون شراكه مع بارتنر يعني خارج الوطن هي بيكون السعر اخر. والزبون الجزائري على فكره يعني انا نوصي يعني كل المشاهدين الكرام اللي يحب يفواياجي لا ريزرفاسيون تاعو توجور يديرها دو موا تروا موا افون ديبار. علاش؟ لهنايا راح تكون عنده سواء نقولوا فواياج ا لا كارت، نقولوا الكليون اون بيرسون حاب يفواياجي سون بارتنر، سما يدير جوج الحجوزات تاعو تاع الفندق او الطيران والتاشيره، هنايا يطلع له الباكيج تاعو موان شير بارابور لا اوت سيزون ولا لا سيزون اللي حاب يفواياجي فيها. وإذا كان الزبون الجزائري كان عايز حابب يفواياجي مع المجموعات فواياج اورغانيزي
اللي هي فويج اورجانيزين نقولوا مع شراكه مع الوكالات اللي على الاجانب، هنا السعر راح يكون منخفض على الفواياج اللي كان من الاول بروغرامي يخرج به وحده انديفيديوال. بار كونتر دوكا بار اكزومبل رانا موجهين رحلات على لبنان شركه امبي فواياج، ان شاء الله بندخلوا الواجهه السياحيه على لبنان، وان شاء الله بيكونوا ثاني لبنانيين يدخلوا عندنا هنا الجزائر. اكيد مجهزين لهم فندق 5 نجوم جولدن توليب في منطقه الحمراء مع اشهر المناطق في لبنان. وفندق جولدن توليب ديلوكس مش فندق توليب يعني في الايكونوميك، سعر 13,600,000 فيها تاشيره، فيها طيران ذهب واياب، وفيها الفندق 5 نجوم لمده 8 ايام، فيها 3 رحلات، يعني سعر معقول، مش سعر يعني طالع كي تحطيها كومبيرون مع الزوتر ديستيناسيون. في كثير من الناس ولا في العديد من الناس ربما مش انت نعاود نتوجه للندى، ندى كاين في كثير من الناس ربما احنا كجزائريين نروح عند الوكاله السياحيه، انا نفيق في ام بي ترافل، هما انتم هو يقدم العرض اللي انتم قدمتوه له وانا نتوجه، لما نوصل للبلد اللي هو البلد اللي مثلا نوصل لبنان هنا يجي دوركم ندخل، انا مكتوب انه هناك فندق 5 نجوم، لما نروح نلقى فندق 3 نجوم او 4 نجوم هنا كانه رانا نقصوا قيمه السائح الجزائري او سائح اخر، فهنا هذا مشكل، يعني مشكل تبادل ثقه. ونفس الشيء بالنسبه ليكم، كيفاش انتم تتعاملوا ولا كيفاش انه نقدر انا كسائح نتعامل مع هذه الشركه اللي ربما تعطيني صوره غير صوره اللي انا نستناها. اهم شيء بالتعامل السياحي الصدق بالمعامله. يعني انا اعطيتك فندق 5 نجوم، السيد بلال رح يروح ويعطي الجروب 5 نجوم، ورح يشوفوا الاوتيل اللي رح يسكنوا 5 نجوم، بالاضافه للمعامله المميزه من قبل شركه نيو او ترافل، الاستقبال بالمطار من قبل مندوب مرخص من قبل وزاره السياحه، توصيل للاوتيل، الرحلات السياحيه مع دليل سياحي بيطلع بيشرح لهم الاماكن السياحيه، الاماكن السياحيه المناطق اللي رح يزورها، زياره كل الاماكن السياحيه المعروفه عنا اللي نحن بنتميز بعده اماكن سياحيه عنا، ومثل ما قلت لك الصدق بالمعامله والتميز هيدا اهم شيء. يعني ما هو الشيء المتميز ولا ما هو الشيء الذي يميز وكاله السياحيه بتاع ندى على وكاله السياحيه المتوفرين هناك يعني للسائح الجزائري؟ مش تقدرين تقدمي لنا اضافات؟ يعني مثلا اول شيء الصدق بالمعامله هيدا اهم شيء، مثل ما نعطي الزبون بيوصل على لبنان مثل ما هو اخذ من عند الام بي ترافل رح يوجد بلبنان المطلوب لإله، لانه هو بيكون في عقد يعني على بين شركه ام بي ترافل مثلا ونيو واب ترافل. لكن هذه بلا احنا طحنا في عده يعني في الصيف الفريطه كاين بزاف ناس جاو مش نهضر على الوكالة بين شركه ام بي، مش كل المكاتب مثل بعضها، في كثير يعني مكاتب ما عندها المصداقيه، يعني لازم بارتنير يعرف يخير الوكيل تاعو الثاني باش هنا ما يصراش هذا المشكل. انت ربما احنا عرفنا هو علاش خير ندى، انت لماذا اخترتي اولا الوجهه الى الجزائر؟ وعلاش ندى ربما انا نشوف نعاود فقط مع المخرج مع عمر نشوف بلي هناك عده وجهات الا الجزائر مش موجوده، الا الجزائر مش موجوده عندنا عمر، مش عندنا هنا الجزائر، كاين تونس كاين المغرب كاين الاردن كاين الامارات كاين القاهره كاين اسطنبول المالديف، عده اماكن سياحيه مضبوط هيدي معك، لكن ما شفناش انه هنا في الواجهه انا كجزائري ما شفتش انه هناك محطوط. سؤالك حلو، الجزائر وعلاش هيدي معك حق فيها، وهيدي لازم لما نروح على لبنان نغيرها ونحط لازم. الجزائر لانه الجزائر بلد كثير حلوه، وبالفعل هلا صارت ديستنيشن جديده، انتم جزائريين جديد انفتح لبنان عليكم، ونحن كمان هلا بدنا نشتغل على الجزائر اللبنانيه يجوا على الجزائر، يعني ديستنيشن جديده ورح نحطها بالبروشير اللي قلنا. خلاص لما نجي عندكم لبنان نلقى الجزائر موجوده. اكيد اكيد، اهلا وسهلا فيك ان شاء الله ربي يخليك. اكيد انه ربما ندى نشوف العديد من الدول حاليا هم يشوفوا انه السائح الجزائري ثروه بالنسبه لهم، لانه احنا معروفين انه عند الثقافه عند ثقافه المواطن الجزائري انه في اخر سنه انه يتوجه باش يرتاح في اي بلد، بيحب انه يغير البلد، ماشي لانه ما عندناش ربما مثل لبنان يحب يجي للجزائر، لانه احنا عندنا ثقافه انه طول سنه نقدر نتوجه للداخل الوطن، لكن لما تلحق نهايه السنه نحب نرتاح ونتوجه الى وجهه اخرى. باش تقنعني
انه انا ما نروحش لبلد اخر نجي لبنان. ما هي الحاجه اللي ربما تقدر تقدموها لنا انتما كوكالات سياحيه من غير الخدمات؟ يعني ما هي الاشياء اللي ربما تجلبني باش ما نروحش للوجهه؟ ما احنا معروفين كجزائريين ولا وجهاتنا يقدر ياكد لي عليهم بلال هي تونس واسطنبول ومن بعدها يجي دبي ومصر، نشوف باللي كيفاش نتغيري الوجهه في صيف 2019 اني نتوجه للبنان. الاماكن السياحيه اللي نحن بنتميز فيها مغاره جعيطه اللي هي مغاره عجائبيه، متحف الحياه البريه، في عنا اماكن سياحيه كثير حلوه، مغاره جعيطه اللي هي جوهره وتعدي كذلك على ما اظن من العجائب السبعه في عجائب الدنيا السبع. متحف المشاهير، هيدي الثعبان، المناظر الحلوة، مغارة عين وزين، الأرز اللي هو شعار الجمهورية اللبنانية، الرمز، رمز لبنان على علو 1850 عن سطح البحر، محميات الطبيعية. يعني عنا أشياء مقومات سياحية كتير حلوة، حلو الزائر جزائري يتعرف على حضارة البلد، على تقاليده، على سهراتنا، على مشاويرنا. هذا الشيء المتميز في لبنان، كل يوم هناك صار نحب الشاب السهرات كل يوم. 2013 ما زرتوش، لكن من لبنان انا من عشاق. يا هلا فيك، اهلا وسهلا فيك. ربما انا نقول حتى انه الازمات اثرت، ربما الازمات في كثير من ربما مش كجزائريين فقط، كجزائريين عندي اصدقاء ودنا نتلاقى بهم ونحكي، ولانه كانت عندي هناك زياره لبنان، لكن نقول لك لبنان قبل 2013 غير لبنان حاليا، من الحروب كثير تخوف تطور. من الحروب، وربما الناس اخذين صوره خاطئة على ربما أنهم متخوفين من عدم الأمن في لبنان. أنت وشو قدرت تردي لهم؟ لا هذا؟ أكيد هلأ صار في أمان بلبنان والحمد لله، ما بقى في أي شيء، والقمة اللي كانت من يومين عنا بلبنان هيدا إثبات أنه لبنان بلد سلام وما في أي شيء، وحلو كتير ونتأمل زيارتهم جميعا. أكيد أنه إحنا مازلنا متواصلين مع دايما مع ندى أبو كروم، وكذلك مع بلال أم بتراب ترافل فواياج. نروحوا نشوفوا هذه الصور الجميله جدا للبنان ونعود نرجعوا سويا لعادتنا. هذه الفتيات زميلهم الخيره زي دائما. يعتبر لبنان بمقوماته الطبيعيه الجغرافيه والبشريه الغنيه بلدا ذات مقومات سياحيه، فهي تربط بين التاريخ والمشاهد الطبيعية المذهلة التي تجتمع فيها البحار والسهول والجبال وغيرها، ناهيك عن المعالم الأثرية التي تسخر بها لبنان. فبهذه المقومات استطاع القطاع السياحي أن يكون عاملاً أساسياً في القطاع الاقتصادي للبلاد، والمهم في الأمر أنه يدخل نقداً بالعملة الأجنبية. تسخر لبنان بالعديد من الأماكن السياحية والمعالم الأثرية التي تجذب السياح إليها، الأثار الرومانية والإغريقية الباقية، القلاع العربية والبيزنطية وكذا الصليبية، الكهوف الكلسية، الكنائس والمساجد التاريخية، الشطآن الرملية والصخرية، والمطبخ اللبناني المشهور عالميا، بالإضافة إلى منتزهات التزلج الجبلية، حيث تعتبر لبنان بهذا الأخير الدولة العربية الوحيدة في العالم التي يمكن زيارتها في الشتاء لممارسة التزلج والعديد من الرياضات الشتوية. كل هذه الأماكن السياحية جعلت من لبنان بلداً سياحياً بامتياز يجذب العديد من السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم. أنا شوقت أني نزور لبنان، شوقت نعود نروح معكم أم بي ترافل. وش هو البرنامج اللي راكم مسطرين وسجلين باش نقدروا نزوروا لبنان، باش نبداو نروحوا نتوجهوا لهذا البلد الرائع اللي احنا نعرفوا أنه هذا البلدين عندهم علاقات طيبة ما بين الجزائر ولبنان، عندنا عدة اتفاقيات اقتصادية وكذلك سياسية هامة جدا وكذلك سياحية. ما ننساوش سمعنا أنه هناك ربما حيتم إلغاء التأشيرة، لكن انت تقدر تاكدي لنا هذا الخبر او لا؟ السفير الغى التاشيره ليوم واحد، يوم الاستقلال، بس ان شاء الله نكون هلا في تواصل مع ساعات السفير ونعمل تسهيلات للفيزا، لانه بنعرف نحن التاشيره صعب شوي للجزائريين وللبنانيين. ان شاء الله نقوم بالخطوات المناسبه لتسهيل التاشيره للبلدين. واكيد ناكد انه حتى انه دائما نقول سعاده السفير اللبناني عمل
كثير ربما ناس ولا العديد من الوكالات الصحية اللي تعمل بالوجهة اللبنانية يلقوا هناك تسهيلات. نشكروا على هذه التسهيلات والمبادرة الرائعة دائما يقدمها سعادة السفير اللبناني بالجزائر، لأنه دائما في يوم أو يومين يأخذ يدوا تأشيرتهم بسرعة. هذا تسهيل أولا للبلد كلبنان أجل أنه سهلوا السفر، وكذلك هو يمد صورة جميلة على المواطن اللبناني، وهذا شرف لنا. وكذلك اليوم بحضورك ندى أبو كروم كذلك هذا دليل على حبكم للجزائر وتعاملكم معنا كجزائريين. بلال، ما هو البرنامج لكم ستطرين وانتم انتم ندى من أجل أنه نبدأ وقتاش تبدأ الرحلات السياحية إلى لبنان؟ أنا متشوقة نروح. احنا رانا هي لبنان معروفة يعني بلد الفنانين وبلد الحب، مغرومين هم باريس الشرق صح بالطبع باريس الشرق. احنا في الوقت رانا موجدين لهم رحلة البرنامج عيد الحب اللي هو 14 فبري. احنا عندنا رحلة يوم 10 فبري ومنظمين لهم رحلة علشان 14 فبري، راح تكون يوم الرحلة يوم 10 فبري، يوم العودة راح يكون 17 فبري، فندق 5 نجوم دولوكس، وده السعر اللي انا هضرت عليه من قبل. وفي الوقت رانا دايرين برنامج ام بي ترابل مع نيو واو ترابل، عقد شراكه مع بعض علشان باش نحلوا الواجهه السياحيه على لبنان، ومن الواجهه من لبنان للجزائر دايرين ان فام تريب ان ديكتور لي زاجونس دو فواياج كونسيرنو، دايرين 15 اجونس دو فواياج. لي 15 اجونس دو فواياج ما يزعفوش مني برك لي كوليك تاعي، باسكو شوازينا كلكو اجونس اللي عندهم اونسيانتي وعندهم خدمات، سينا سيليكسيونينا منهم يمكن زان داجونس، راح نسيو نطلعوهم نوريو لهم الواجهه السياحيه على لبنان، ويشوفوا الفنادق اللي هما راح يخدموا عليهم، يشوفوا الاماكن السياحيه وين يبعد الزبون تاعو، يقدر في المكتب يقدر ياريونتيه راك رايح الفندق فلاني وعندك واش عندك زيارات واش عندك كذا. وهذه الرحله راح تدوم 5 ايام، يوم الرحله راح تكون 3 فبري، يوم العوده راح يكون 6 فبري ان شاء الله. ان شاء الله، يعني هذا شيء جميل. انه هل يكون فقط ممثل رسمي للنيو واو اللي هي وكاله سياحيه يكون ممثل رسمي ام بي ترافل، والناس اللي ربما كاين هناك وكاله سياحيه مهتمه بهذه الوجهه يجوا يتوجهوا لك بلال من اجل انك تقدر تقدم لهم لوفر ولا تقدم لهم تسهيلات اللي ممكن انه ربما يقدروا يدوا ولا يقدروا انهم يدخلوا في شراكه معك باش يقدروا يدوا السياحه ولا الناس اللي حابين يروحوا لبنان. بالطبع انا لهنايا نقدر نوجه الرساله لكل اصدقائي يعني في العمل اصحاب شركات السياحه والاسفار، هم عارفيني يعني على السوق المصري، انا يعني عندي وكاله بمصر وسي لاجونس ستار واي ونخافا ان كولوبوراسيون يا وكان بروبلام بور لو مومون. نزيدوا نوسعوا ثاني كل واجهه على لبنان، راح يكون عندنا سيستم تاع الحجوزات، وراح تكون عندنا يعني اتفاقيات بالنسبه للوكالات اللي عندهم طيران، نبعثوا لهم البرامج على الميل وما يريغليو لي طاريفيكاسيون تاعهم وياخذوا كل الحجوزات تاعهم ويحطوا على المبيعات. ربما هذا الشيء جميل. انا نعرف انا نقول لبنان هي معروفه بكثره الادراج الدر السلالم السلالم الدراج احنا نقولوا درج درج، ومعروفه بالتلالات، يعني هذا الشيء ربما اللي يميز لبنان للسائح اللي يكون يمشي على الاقدام. ربما عندكم حاجه اللي ربما تشد انتباه اكثر، طريقه تزيين الطرقات، كذلك الشيء اللي ربما نشوف انه المواطن اللبناني جاهز لاستقبال السائح، كذلك طريقه استقبال السائح في الشارع، طريقه ربما تعريفه تعاطي معه تاهيل في ربما انت مش تقدر تهدرين على المواطن اللبناني كيفاش يشوف المواطن الجزائري وكيفاش يستقبل الاجانب، ولا هناك عندكم مثلا كنقول رحلات ان تكون هناك مطاعم مخصصه فقط اللي انتم اصلا تتعاملوا معاهم من قبل، ولا يقدر يكون انا عندي حريه اني زرت لبنان من قبل نعاود كي نروح معكم نقدر نروح نختار اي مطعم، يعني يكون عندي يوم حر فيه عنده حريه الاختيار. كل المطاعم نحن شبيهه ببعضها، مش نحن بنتعامل مع مطعم مميز او شيء، لا عندنا كل المطاعم مناسبه، ولبنان هو صغير 10452 يعني قادرين نحن نبرمه كله بنهار واحد، يوم بنكون على البحر والمساء بنطلع نعمل بيكنيك بالجبل.
فهيدا حلو، يعني سهل المشي، سهل تروح تبرم وتتفرج على كل الأماكن السياحية، ويروح يسهر المساء ويتمشى ويتفرج على كل الأماكن بلبنان. وش هيك نبدأ نشوف الصور، أنت تعلقينا على كل صورة. يلا أوكي، نبدأ بأول صورة. مش هدول صور؟ هيدي صخرة الروشة اللي هي صخرة عجائبية، ايه بمنطقة الروشة، من أجمل شيء الغروب اللي بيجي من وراء الصخرة، المسا كتير حلوة، ومع أخذ أجمل الصور بمنطقة الروشة. طيب نشوفوا هالصورة الثانية، مغارة جعيطة اللي هي الجوهرة، هيدي المغارة السفلى اللي بتقدر تمشي فيها باللانش وتتعرفي على المغاور بقلب المغارة، وهي تبعد حوالي 20 كيلومتر من شمال بيروت. وتتميز كذلك فيها أشياء بالإضافة للشواهق والصواعق اللي فيها، اللي مكونة من المياه الكلسية اللي عبر آلاف السنين ما دخلت لها يد إنسان. أكبر المغارات في العالم. في العالم. شي جميل نشوف الصورة، ما هذا المعلم؟ معلم بعلبك مدينة الشمس، من أجمل مدينة بعلبك، قلعة بعلبك، بالإضافة لمعبد جوبيتر وفينوس بمدينة بعلبك. هي من أجمل، ربما احنا تشبه المنطقة، عندنا اسمها باتنا اللي تيمغاد، يعني شبه يعني تيمغاد، لازم ندوك تزوريها. لازم نزورها. على فكرة الصور اللي شفناها معظمهم كامل عندنا هنا تاني بالجزائر. صح. المغارة اللي عندك تلمسان، الصخرة الأولى اللي تاع الصخر اللي في البحر، هذيك عندنا في تلمسان، عندنا في الغزوات اللي دو فرار. سفغي. المغارة الدوزيام عندنا في تلمسان في للاستي. وكمان قلعة بعلبك. يلا هات نشوف المعلم الرابع إذا كان شبيه في توافق بينه وبين الجزائري. تيم قاعد. هذا شو تقولوا؟ جون. هيدا المسرح الروماني. إيه. بس هيدا ببعلبك. بعلبك. لا عفوا بجبال، هيدا بمنطقة جبال اللي منها انطلقت الحرف الحرف الأبجدية. صح. وهنا جوني وحريسة على ما أظن. قريبة لإلا جوني وحريسة. هذه منطقة في مدينة جميلة بسطيف. صح. نفسها. وتعملوا حفلات؟ ايه اكيد. واحنا كمان بنعمل احنا نديروا حفلات في في جميلة في سطيف، وعندنا نفس المكان الاماكن، لازم هاد كل الاماكن ما نعملوا يعني صار شو هالتوافق بين لبنان والجزائر. يعني لو في امكانية نحطوا صور في الدرك نقدروا نديروا صور تاعهم نعديوهم ان شاء الله. حنشوف مع الفريق الاعداد يوجدوا لنا كل من هاد الصور اللي تشابه من تيمغان. شوفوا سيدة حريصة مريم العزراء، عادي مريم العزراء اللي تعتبر اللي بنصعد فيها بالتلفريك لصعود وإقبال لزيارة إقبال مريم معلم ديني للمسيحيين. فهذا شيء انه نشوف انه من اماكن الاستقطاب اكثر، يعني التمثال يزن 15 طن والارتفاع هو 35 متر. رائعة. احنا مش كنت عندنا سانتا كروز تاعهم. سانتا كروز. سانتا كروز لحد هلا رانا نفس المعلم متوافقين. نشوفوا المعلم هاي طرابلس، هيدا اسواق القديمه بطرابلس قريبه لقلعه طرابلس. طرابلس ربما انا نقول من الاسواق القديمه الرائعه جدا، ربما من 2013 هناك كما سبق و2015 لانها هي جايه في الجزء الجنوبي الشمالي شمال لبنان قريبه للحدود السوريه. هنا توقف ربما المشاكل اللي صارت سابقا، بس هلا ما بقى في شيء، عم السلام ومنطقه حره. وهنا بنقول بكاين عندنا منطقه من يزقن غردايه تشبه هذه الحارات، السوق الشعبي. السوق الشعبي. يعني مازلنا متوافقين. ايه لحد هلا. تدخل نشوفوا هذه صخره الروشه ومدينه بيروت. مدينه بيروت من اجمل الرائعه، واللي انا نشوفها المدينه اللي فيها البحر. على الساحل عندكم. على الساحل. ربما نشوف كذلك انه بيروت فيها الشيء المتميز، المطاعم ولا الحفلات اللي نلقاها في كل مكان باي وقت، في اي وقت. يوم حابه تروحي تسهري
كل المطاعم بتكون فاتحة وموجود الحفلات وكل شيء متوفر. وما تغلقش يعني؟ لا بتضل مفتوحة. بتضل مفتوحة. نزيدوا نشوفوا صورة الأرز، آخر صورة معنا. أرز، أرز لبنان معروف هذه بعد وختامها مسك. وختامها مسك. عدنا تشري عطيك جدا لكن ما عدناش بنفس الكمية، ما عدناش نفس لأنه هي معروف غابة الأرز اللي هي عالم وهي أحد معالم لبنان، شعار الجمهورية، شعار الجمهورية، الرمز، هي حتى في عالمها يعني معروفة. هيدي بالمحمية عنا، عنا خمس محميات، محمية أرز الباروك اللي نحن بالرحلات بنطلع منزورها ومنشوف الأرز الموضوعة على العلم اللبناني. صح ما شاء الله، تحية كبيرة من كل الجالية اللبنانية المتواجدة عندنا بالجزائر وكذلك اللبنانيين اللي عم يشاهدوا فينا عبر قناة جزائر تي في. تحية كبيرة اليوم، أكيد أنه أنا اليوم تشرفت كثير بحضورك معنا. أنا إلي الشرف. وربما عندك إضافات على لبنان، حاجة كحابة توصيها للجمهور الجزائري باش نحببوه في هذا البلد الرائع. أنا بقول له لكل سايح جزائري يروح يتعرف على لبنان، لأنه من زيارته الأولى للبنان رح يحب لبنان ورح يعيد زيارته مرة واثنين وثلاثة، لأنه أول شيء المصداقية بالتعامل وجمال لبنان والأماكن السياحية والتوفر لكل شيء هو بيريده السائح موجود عندنا بلبنان. صح. أنا فرحت اليوم بوجودك وفرحت أكثر بلال لأنك خلتنا نتعرفوا على الرائعة دايما ندى أبو كروم صاحبة وكالة سياحية نيو واو، كذلك عندك وكالة أخرى؟ لا نيو واو. نيو واو بتقدين إن شاء الله يا رب أنه يكونوا عندك أكثرهم نتلاقوا بك في كل مرة أنك تزوري الجزائر، مرحبا بك لبلدك تاني، ما نقولش بلد تاني وإنما إحنا أخوة وإن شاء الله يا رب أنه بلد التاني بلد الحبيبة. الله يخليك، إحنا نقول مرحبا بكم. شكرا لك بلال لأنه هذا التبادل ولا الأشياء اللي تخلينا نطور كذلك ثقافة المواطن الجزائري وتخلينا نتعرف على ثقافات أخرى من خلالكم أنتم، من خلال العروض اللي حتقدموها لهذا المواطن ولا سائح الجزائر. شكرا لك بلال. لكن ما خليكمش تروحوا لأنه إحنا دائما بأنها جتنا من لبنان الرائع، لبنان البلد نسرقوكم قريبا، أنا هخطفك اليوم. أكيد أنه أنا حبيت تغدي معي، تفطري معي، هو وقت الوقت الغداء إحنا عندنا على الساعة 11، أنتم تغدوا على الساعة 3. ايه صح، عندنا هذا وش ربما هذا هو الفرق اللي كاين بيننا وبينكم. انا على فكره هذه معلومه ما على باليش، مصباح نعرض فيها الغداء بعد بكير، بعد بكير هما دائما يتغداو وقت الغداء متاخرين يعني لانه حتى العشاء يكون العشاء ما بنتعشى كثير احنا، عندنا الرشاقه كثير بتهمنا والاكل كثير صحي والسلطات. بركوكس، قولي معي بركوكس. بركوكس، بركوكس درنا لك كل يوم بركوكس وتقليدية. انا كثير حابة اتعرف على الاكل الجزائري وكذلك حلوة تقليدية اسمها الغريبية، هي تشبه النوع عندكم، درك تقولي لي واسمه بعد الفاصل. اكيد اليوم ضيوفي عزيز وغليل، انا متمنيت ما خليكمش تروحوا، لكن كل واحد فينا عنده عمل وكذلك مشاهدينا الكرام هما عندهم اعمالهم. مش ما نطولوش عليكم مشاهدينا، بعد الفاصل الغنائي نتلاقاو في الفقره اللي نحبها كثير اللي هي فقره نذوق ماكله الشيف سلمى مع ضيوفي اللي نهار اليوم بعد الفاصل الغنائي. طبعا مشاهدي الكرام مازلنا متواصلين معكم، اخر فقره من فقراتنا واليوم تحلقاتنا اكثر لما يكون هناك الاكل التقليدي مع الناس نحبوهم، حبابنا وصحابنا وبالاخص اذا كانوا من لبنان البلد الرائع البلد الشقيق اللي عندنا تبدل ثقافي كبير سياسي وحتى فني وبالاخص فنانين اللي يحبوا هذا الوجهه. وان شاء الله انتم كمواطنين جزائريين من خلال ام بي ترافل تكونوا انتم كذلك تحبوا هذا الوجهه من خلال الخدمات اللي حتقدمها لكم ان شاء الله. هذا هو الكسكس البركوكس. بركوكس انا احنا عندنا كسكس وبركوكس مع فين بهم. البركوكس جينيرال نديروه بالقديد اللي هو تاع في العيد، ناخذ الشحمه تاع الخروف ونيبسها ونعملها بها هكا سلمى مش غلطه، نديروا له الملح الدهن احنا بنحطه ونحرقه وبنحط له اللحمه وبنحفظ بمرطبيه بنحطها بالبراد. صح. وبتنطبخ فيها بعد تنطبخ هي بتنعمل بهالطريقه. بس انا شفت الدجاج فيها يعني دجاج لا احنا يعني في منهم اللي بيعمل بالدجاج وفي منهم اللي يعمل بالقديد. صح يعني الاكله المعروفه التقليديه يعني الحره بالقديد هيدي نحن بنقلها مغربيه، الحبه الصغيره اللي انتم عاملينها مغربيه. نحن مغربيه يعني من المغرب نوع من العجين اللي بنعمل هاي الغريبيه. انتم مثلا الاكله هذه الحلوه هذه انتم عندكم عندكم غادي
غريبة بس بكون لونها أبيض و... هذه إحنا بالشوكولا كين منها اللي بيضة دي أوكي يعني نفس الشيء غريبية مصدرها مقسنطينة يا ايه قسمتين العصرية ايه الغربية اصلها مقسمتين سلمى نورمال ما اصلها مقسمتين مقسم بيعرف الاخ ايه باسكو عندي لا مامو تاعي مقسمتين والله بكره بتجوا على لبنان ان شاء الله وبتتعرفوا على الاكل اللبناني التبوله والميزه اللبنانيه والكب النيه والاكل الشهي مع بالاضافه للسلطات مع القائمين على القناه انا حبست وقتاش تروحي نروح مع اهلا وسهلا الله يكرمك شكرا اهلا وسهلا نبدا ندوقوا بلا وانت تعرف على الجزميه دوق تعطينا رايك انا حبيت اكل معكم بنفس الطريقه صح. اللي وانا بدي نقول للمشاهدين انا كنت حطيت لها صحن في الكواليس وكانت قالت لي لا انا حابه ناكل معكم جماعه باش نعرف طريقه لي يعني طريقه أو مثل ما بتقولوا انتم البركه بتحط صح فانا حبيت اشارك بهالبركه ولا شو اسمه ولا فكره كثير طيبين نحيي الانسه شيف سلمى شيف سلمى نحييها نحييها بالبزاف كثير اكلك طيب ربي يخليك كثير طيب نقول لمشاهدينا الكرام كنت طراطي ومعنا في بالكوكس الله يسلمك لازم نختموا باش نكملوا ناكلوا شكرا لك كريم خاطر احسن ما نشهي الناس على الله صح هذا وقت الغداء ان شاء الله تكون عجبتك الاكله التقليديه وعلى بالي بالمساء كواتها انها تديها تاكل اكله تقليديه عندها شخشوخه انا هيك شخشوخه كل يوم بدي ادوق شيء ان شاء الله يا رب نزلتها على المطاعم في دراريا حبه المشويات وحبه عجبتك المشاوي والبطاطا مع البيض فريت اومليت ايه كثير طيب فريت اومليت كان بزاف اللي يوم يجوني لهنايا نحييهم لي بارتنر تبعي اللي يجيب لهنا يقول لي بلال هذيك البطاطا مقليه مع البيض دايما ياكل فريت اومليت مفركه بطاطا وبيض مفركه من تروق الصبح كان. صح وثاني عندكم كل اللي كنت نحبها اسمها فلافل فلافل ايه واو يعني من الاشياء اللي متميزه بها لبنان فلافل خليفه مشهوره عندنا الفلافل ايه كثير طيبه ان شاء الله بكره بتيجي على لبنان وبتاكلي كل الاكلات الطيبه عندنا واهلا وسهلا فيكم وندعي كل الجزائريين يجوا يزوروا لبنان ويتعرفوا على لبنان الحلو بالاماكن السياحيه وبالاكل الطيب والسهرات والقعدات الحلوه ان شاء الله وبالمناسبه انا كذلك لازم كل اللبنانيين لهم في لبنان قلنا لهم تعالوا نروحوا عندنا الجزائر وزوروا وشوفوا العادات والتقاليد الجزائريه ما تقولوش انه تخيروا فصل من الفصول لانه اذا لكم حابين البحر عندنا البحر لكم حابين الجبال عندنا الجبال لكم حابين الصحاري عندنا الصحاري كذلك اذا هناك كاين مناطق معروفه بهدوءها كما كاين هناك مناطق معروفه كذلك باللومبيونس ديالها يعني كل منطقه عندها خصوصياتها لذلك انا نتمنى انه كل السائحين يجوا هذا هو العمل تاعك بلال بالطبع على فكره برك نقولوا لكل مشاهدينا اللي خارج الوطن حتى ولو في فصل الشتاء عندنا مناطق هنا بالجزائر بيطلع درجه الحراره 24 25 درجه حراره تقدر يعني تبروفيتي في صحراء الجزائر من تمر راس حتى البشار الاضرار يعني كلها رمال ذهبيه وهذا شيء شرفنا يشرف بلادنا تاعك مرحبا بالجميع الله يخليك نفس الطقس نحن والجزائر لبنان والجزائر نفس الطقس يعني اكيد احنا نتشرف بحضورك نهار اليوم شكرا لك نخليك تكمل اكلتك شكرا بلال اللي خليتنا اليوم تعرفوا على ندى أبو كروم شكرا لك أمان أنتم مشاهدين الكرام إن شاء الله تكون سفتون إن شاء الله يا ربين المرة القادمة دائما تواصلوا معي عبر صفحتي فيسبوك تقول لي الوجهة تاعكم نقدر كذلك نبعت لكم العديد من صور على لبنان وكذلك نخليكم على اتصال مع أمبي ترافل اللي دائما هو الوكيل الرسمي لوكالة نيوا واللبنانية نقول لكم تهلاو في روحكم غدوة إن شاء الله مشاهدينا نلتقاكم في نهاية الأسبوع بقوا على خير شكرا لكل فريق التقني اللي كان حاضر معي وكذلك لفريق الصحفي بقوا على خير لكل ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا لنهار اليوم غدوة إن شاء الله ما تنسوا باي